بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. الفترة اللي فاتت يعني على الفيسبوك الحقيقة حد قال تعبير، قال انه بقى صوان عزا كبير، يعني كم الناس اللي بيتوفاهم الله على يعني وبنشوفهم وبقوا يعني واضحين لينا. يمكن شبكات التواصل الاجتماعي خلت الموضوع ده ظاهر وخلت انه اللي بيتوفاه الله بقوا كتير لاننا بنشوفهم، يعني بنشوفهم وده يعمل شير وده يعمل شير، فبتلاقي الدوائر كلها قربت من بعضها ونعرف ان ده توفى ودي توفت وده صغير وده كبير وده كورونا وده سرطان وهكذا. لقيت حد بينعي بنوتة اسمها هند زبادي أو هند سليمان، وكانت بطلة ومتخرجة من تربية رياضية وكانت بطلة في فريق تقريبا كرة القدم النسائية. والمهم يعني دخلت على صفحتها كده أبص على شكلها، لقيت أنه هي كان عندها كانسر وكانت بتتعافى منه وكذا، وربنا أراد وجالها كورونا وكان يعني عندها مشاكل في التنفس وتوفاها الله من كام يوم. المهم بقلب في صفحتها، لقيت صفحتها جميلة جمال، ولقيتها بتكتب حاجات يعني أنا تأثرت جدا بالكلام اللي هي كاتباه. يعني مثلا كاتبة حاجة بتقول أنا ممكن أكتب البوست ده لحد يوم ما أموت. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، فقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك. وكاتبة بقى إيه حديث: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. كاتبة مثلا: علمتني سورة يوسف أن المريض سيشفى وأن الغائب سيعود والحزين سيفرح والكرب سيرفع بإذن الله. كاتبة: هو عارف انك تعبت فهيعوضك قريب قول يا رب. كاتبة: وليشهد الله اني رضيت ولكني من ضعفي بكيت. مثلا: انا محتاجة انبوبة اكسجين حالا، انا في البيت بعد اذنكم. كاتبة حاجات كده كتير. وبعدين في 8 فبراير كاتبة: دعواتكم ليا واسفة اني مش قادرة ارد على اي حد، وعاملة انها في مستشفى الشيخ زايد العام. وفي يوم 22 فبراير: أنا في العناية وفعلا خلاص بفقد الأمل، يا ريت الكل يسامحني أستودعكم الله. وبعدها على طول من يومين: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت هند عادل سليمان صاحبة هذا البوست حد يعني أو هذا الإيميل. نرجو منكم الدعاء لها واذكروها دايما بالخير في صلاتكم ودعائكم لها، أن يبدلها الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. والحقيقة كاتبين يعني أخوها ووالدها ووالدتها، ربنا يصبرهم على فراقها. لما قعدت اتصفح صفحتها لغايه بعيد لقيتها حكت قصه ان هي كانت بنت جميله ورياضيه وبطله، ومن 5 سنين بالظبط كان في ابلكيشن كده اسمه بصراحه، كانت الناس بتدخل تقول رايها في الحد اللي هو يعني صاحب الاكاونت ده يعني، بس من غير ما يفصح عن شخصيته. فلقت رساله جايه لها من واحده قريبه منها وبتقول لها: انا بحقد عليكي طول عمري وانت عندك كل حاجه، وانت حتى صحتك كويسه وحتى مخطوبه وحلوه ومش محتاجه وغنيه، يعني الحاجات اللي بنشوفها في المسلسلات وفي كده دي طلعت على الحقيقه. وبتقول من ساعه ما قريت الرساله دي وفعلا يعني ربنا الحمد لله بتحمد ربنا، يعني انه ربنا جالها سرطان وكانت رياضيه وبتلعب رياضه فظيعه يعني، وفسخت الخطوبه وكذا كذا تدهور يعني لغايه اما توفاها الله. وهي بتقول انه الحمد لله طول ما بتحكي القصه بتقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء، على الاقل كان سبب في ان انا قربت ربنا قوي وعرفت ربنا قوي وانا كنت ملهيه وكذا. البنت دي هو عمرها مكتوب من وهي مولودة ان هي هتموت في السن ده، وتعددت الاسباب والموت واحده. هي عرفت ان هي يعني يمكن يكون اجلها قريب، ربنا ابتلاها بالمرض عشان يرقيها، قربت من ربنا سبحانه وتعالى. واعتقد ان هي وصلت لدرجة يعني من التطهير
يعني لا نزكي على الله أحدا، لكن أنا شايفة حسن خاتمة بصراحة. يعني العوامل أو الحاجات اللي احنا بنشوفها كده وبنتلمسها، احنا لا نتقوى على ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنحاول كده إيه يعني نطمن على الشخص ده أو الشخصية دي بشوية حاجات كده حواليه. فأنا شايفة إنه في ربنا يعني يرحمها ويغفر لها ويصبر أمها ويصبر والدها، انه في حسن خاتمه. احنا النهارده عايزين نتكلم عن فكره حسن الخاتمه، وايه معنى حسن الخاتمه؟ يعني هل حسن الخاتمه بالضروره يكون حد مثلا بيصلي مات في مسجد ايه يعني ايه حسن الخاتمه؟ هنسال فيها فضيله الشيخ احمد الصباغ اللي بينورنا. ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، الله يحفظ حضرتك يا رب. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ومرحبا بكم في برنامجكم اسال مع دعاء وصلي على الحبيب. قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك. قبل ما نبدا هنقول انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجر مسمى، فلنصبر ولنحتسب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا كان يعزي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الميت. وبندعو لهذه البنت وكل متوفى رجل كان أو امرأة، وأسأل الله، ونحن في شهر طيب شهر رجب، وفي إن شاء الله أيام مباركة داخلين على شعبان أهو، أسأل الله بحق اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم الصبر والرضا، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل والعمل الصالح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، ما مفهوم حسن الخاتمة؟ أيوه. هل يا فندم مفهوم حسن الخاتمة إن أنا أموت وفي يدي مصحف؟ هل أن أموت وأنا على سجادة الصلاة؟ هل أن أموت وأنا صائم؟ هل أن أموت وأنا متوضئ؟ هل أن أموت وأنا أحج؟ هذا موجود، ولكن ده مش حسن الخاتمة بالكامل. ليه؟ هل حسن الخاتمة إن أنا أموت وأنا مجاهد في سبيل الله؟ موجود، ولكن مش حسن الخاتمة بالكامل كل ده. ولكن في زاوية تانية مش واخدين بالنا منها، حسن الخاتمة مش لازم أموت في حرب، مش لازم أموت وفي إيدي مصحف، مش لازم أموت وأنا صايم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيد الأنبياء وإمام المتقين مات على فراشه، لم يمت شهيدا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مات على سريره. سيدنا سيف الله المسلول الذي خاض 100 معركة وهو قائد فيها لم يهزم في واحدة منهن قط. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، سيدنا خالد مات على فراشه. هل دول ما يعتبروش عندهم حسن خاتمة؟ لا، يعتبروا حسن خاتمة. أمال إيه حسن الخاتمة يا مولانا؟ حسن الخاتمة أن تموت وأنت قد ثبتك الله على التوحيد. حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من النفاق. حسن الخاتمة أن تموت وليس في رقبتك حقوق للعباد. حسن الخاتمة أن تموت وأنت لست ظالم لأحد. حسن الخاتمة ألا تموت وأنت عاق لوالديك. حسن الخاتمة ألا تموت وأنت قد آذيت الناس ويقولوا بعد ما تموت حسبي الله وكل فيه، الله لا يرحمه. ده مش حسن خاتمة. حسن الخاتمة أن تموت وأنت خالي من الذنوب، وأنت خالي من المعاصي، وأنت خالي من حقوق العباد، حتى وإن مت وأنت على سريرك، حتى وإن مت وأنت على فراشك، حتى وإن مت وأنت في بيتك. ده حسن الخاتمة الحقيقي. وعندنا حديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. عمل إيه؟ عسله. عارفة زمان لما يقولوا روح الله يعسلك، أو يقول لك والله الشيخ فلان ده والله شيخ عسل، أو المذيع دي عسل مثلا، يعني أتاري كلمة عسل موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. فالصحابة سألوا قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى الله عنه ويرضى عنه جيرانه ومن حوله، ثم يقبضه على ذلك. تلاقي الناس اللي حواليه حزينة عشانه، تلاقي قرايبه زعلانين، لأن في واحد يا فندم لما يموت البلاد والعباد بيستريحوا منه، وفي واحد لما بيموت بيبكي عليه السماء والأرض. صوري ربنا قال كده في حق الجماعة اللي كانوا مؤذين الأنبياء، يقول إيه: فما بكت عليهم السماء والأرض. سيدنا ابن عباس وقف قال: ما بكت؟ هي السماء والأرض بتبكي؟ أتاري السماء والأرض بيبكوا على الصالح، بيبكوا على المصلح، بيبكوا على المؤمن، بيبكوا. يقول لك الأرض تبكي لما تفقد واحد بيسجد عليها تزعل، والسماء تفقد عمل صالح يصعد إليها برضو يزعل. فعايز أقول لحضرتك البنت ديت اللي انت قالت في صفحتها ديت، لذلك أنا بقول صفحتك على موقع التواصل الاجتماعي لك أو عليك.
عارف الصدقات الجارية برضو عندنا في حاجة اسمها سيئات جارية، يعني انت لو بتنشر صور عارية، لو بتنشر مقاطع إباحية، لو انت صاحب غيبة ونميمة، لو انت بتنشر حاجات في الأعراض ومت وسبتها، ده سيئات جارية للأسف الشديد. فالبنت دي عملت حاجة اسمها حسنات جارية، فعندنا بعد الموت حسنات جارية. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وبرضه من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فعايزين نتمسك بالحسنات الجارية ونتبرأ إلى الله من السيئات الجارية، ونعرف إن حسن الخاتمة أن أموت وأنا على الطريق، مش لازم أوصل للنهاية بس أموت وأنا على الطريق الصحيح. جميل. طيب أخو دينا. ألو. أهلا يا دينا. مساء الخير يا استاذه دعاء. مساء النور، اهلا وسهلا. انا بتابع حضرتك جدا وبحب حضرتك جدا. ازاي فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا بشكر حضرتك الاول، بس انا اولادي قاعدين جنبي، انا كنت سالت حضرتك في حلقه قبل كده عن الصلاه وبقوا منتظمين في الصلاه بسبب البرنامج مع حضرتك. الحمد لله. تاني حاجة عايزة أكلم بخصوص الموضوع اللي حضرتك الشيخ بيتكلم فيه. كنت عايزة أحكي بس موقف عن والدي الله يرحمه. الله يرحمه. والدي متوفي من سنة وكان عنده 68 سنة. وكان عامل دعامات في القلب. عايزة أقول لحضرتك إن هو كان في الشارع كله الناس كانت بتحبه جدا، كان محبوب جدا جدا. قبل ما يتوفى بشهرين كانت في خناقة كبيرة قوي في الشارع عندنا، وهو كان عامل دعامة، فانا رحت له كان لقيته بيلبس وعايز ينزل يسلك ما بينهم. يعني قلت له يا بابا حضرتك يعني انت عامل دعامات في القلب وفي شباب كتير في الشارع، ليه انت تنزل؟ لقيتهم يعني صمم قوي انه ينزل، وعايز اقول لحضرتك سلك الخناقه بنفسه، كان واقف في النص يسلك ما بين الاثنين الشباب دول، ولغايه دلوقتي الشارع كله حزين عليه بعد ما توفى. وعايز اقول لحضرتك هو كان حاسس ان هيموت، كل الفتره اللي قبل ما يموت بشهرين كان الناس كلها بتتكلم عنه وعن افعاله الخير معاهم، وصاحب المشكله اللي حصلت في الشارع لغايه دلوقتي مش مصدق ان الراجل الكبير في السن ده هو اللي اتحرك في الشارع كله وعمل كده. فهل ده برده حاجه تشفع له، يعني ان هو فعلا دي من علامات حسن الخاتمه، ان الناس كلها لغايه دلوقتي بتدعي له وزعلانه عليه في الشارع جدا جدا. بس هو توفى للاسف في العنايه المركزه، هو كان تعب فجاه وكده. فكنت عايزه اعرف هو في حاجه اسمها صحوه الموت؟ يعني هو كان تعبان قوي قوي، وفجاه في يوم كده لقيناه فايق وواعي وبيبص حوالينا. بس انا مش عارفه هل فعلا دي كانت صحوه، وبعدها يعني انتكس تاني ومات فعلا. في حاجه اسمها صحوه الموت؟ ماشي. ربنا يرحمه ويغفر له يا دينا يا رب. طيب هنرد طبعا عليك يا دينا وعلى السؤال ده. بس اخد ام حسن. الله يكرمك يا دعاء انك سبتنيش على التليفون. طب الحمد لله. ربنا يكرمك يا بنتي ويسعدك على اللي انت فيه، وانا بحبك قوي. انت بتقولي يا عيني الله، بحس انك طيبه كده طالعه من قلبك، بحس ان انا قاعده قصاد اختي. ايوه صح، احنا اخوات. صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دكتور ازيك؟ يا دكتور سلام عليكم. عليكم السلام يا هانم، اهلا وسهلا. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك. دعواتك يا دكتور. الله يحفظك. بعد اذن السكر، اتفضل. لما الانسان بيعمل حاجه غلط ويكون ربنا بيتقبل منه التوبه ويعمل تاج ويعمل ثالث ويعمل لما لا نهايه، وربنا برضه فاتح باب التوبه طبعا وبيتقبله. نعم. ليه الانسان ما بيتقبلش الاعتذار من اخوه الانسان في حين لما يخطا؟ صحيح. دلوقتي في واحد مشهور عندكم حصل منه خطا، الراجل طلع اعتذر، انا ماليش منه قرابه ولا اعرفه خالص والله العظيم وما بحبهوش، بس ليه نموته؟ ليه نقضي عليه؟ ده عنده اهل وعنده بيت، يعني حرام في يوم وليله كده يلاقي نفسه منهار. الراجل طلع واعتذر وقال على راسي من فوق وانا اسف، وهو ما كانش يقصد. وحتى لو كان يقصد يعني ما فيش حد مش خطاء يا دكتور، ولا ايه رايك؟ نعم نعم. فالهي يكرمك، كلم الناس يتهدوا شويه. أيوة. وربنا ثقافة الاعتذار واننا نتقبل اعتذار الناس يا ام حسن، لا يكونوا فاكرين ان احنا مرتبين المكالمه. لا والله العظيم انا لا اعرف اقسم بالله. كل شويه يقعدوا يقولوا لي كده. لا بس يا بنتي ما هو معروف يعني حاجه بالعقل يا دعاء. انت منين يا ام حسن؟ منين يا ام حسن؟ انت حضرتك منين؟ انا من الجيزه. سلامتها ام حسن. ما نحرمش منك. تسلمي لنا يا ام حسن، شكرا جزيلا. وطبعا معروف هي بتتكلم عن الاعلامي تامر امين، ربنا يرجعه بالسلامه. طيب خلينا نرد على دينا. ماشي.
هي بتحكي عن والدها وقد ايه كان جميل، وكان عامل عمليه قلب ونزل يحجز بين الناس وبعض، يعني الايجابي، الشخص الايجابي ده اللي هو تعبان بس ابدا شايف ان هو الحكيم اللي في المنطقه وانه عيال ممكن يموتوا بعض، فنزل في قلب الخناقه وهداهم وكده. فدي حاجه تعرف الناس بتشهد له. بتتكلم كانها معلش سامحيني لازم اقولها، كانها بتتكلم عن والدي. والدي كان نفس القصه كده في البلد، وكان المطلقه دي رجعها واللي زعل من جوزها يصالحها، والاثنين جيران تبقى الدنيا والعه. يعملها ازاي؟ بيبقى فيها فندم نيه صادقه. باذكر بحديث واحد بس للناس اللي زي دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وشهد له. احنا محتاجين يا فندم، كل واحد محتاج توقيع جيرانه على شهاده دخول الجنه. صوري دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وشهد له اربعه من جيرانه الادنين بالخير. الادنين يعني الايه؟ القريبين قوي. قال الله لهم: قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. احنا محتاجين كم؟ امال الاربعه القريبين، امال اللي يشهد له 40، امال لو 400، امال لو 40,000. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد كده ومر بجنازه هو قاعد، فاثنوا عليها خيرا. الصحابه قالوا: ده راجل طيب والله. والله كان زي ما الست بتقول كده، ده كان بصالح بين الناس، ده كان الله يكرمه، ده كان في حاله، ما سمعناش العيبه اتخرجت منه مثلا يعني. فسيدنا النبي قال كلمه واحده وجبت وعدى الموقف شويه ومر بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا. اعوذ بالله، ده كان راجل، كان راجل سوء، راجل شر، راجل شراني، ده شيخ منصر، ده كان بيشتم، ده كان بيخاف منه. فالنبي قال كلمه واحده وجبت. سيدنا عمر قال له: لا استنى بقى، طب هناك وجبت وعديناها وفي الخير، وهنا في الشر برضه وجبت، الاجابه واحده. ما وجبت؟ عارفه سيدنا النبي قال يا فندم، ودي انا بوجهها رساله لكل واحد، شوف الناس هيعملوا ايه بعد موتك ويتكلم، لان ممكن اتكلم قدامك وانا قلقان منك او خايف منك او بجاملك. ولذلك سيدنا ابراهيم طلبها، قال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. يعني ايه يا فندم؟ يعني اجعل الناس يتكلمون علي بسيره حسنه بعد موتي. فسيدنا النبي قال له: يا عمر، الاول اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، والثاني اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. يا عمر، انتم شهداء الله في الارض. يعني اوعى تستهيني بشهاده الناس بعد الموت، اوعى تستهيني. ولذلك النبي كان في جنازه مره يا فندم والناس عمالين يتكلموا، فسيدنا النبي قال لهم: ان تكلمتم في الجنازه فلا تتكلموا الا بخير، فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. ملائكه ربنا بعتها كده في الجنازه، ده احمد الصباغ ده كان راجل محترم، اكتب ده ابني كان في 72، اكتب سبحان الله: اذكروا محاسن ايه؟ موتاكم. فده ان شاء الله نعتبر حسن خاتمه، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. كن ايجابيا ولا تكن سلبيا، عايزك تبقى عندك ايجابيه وما تكونش سلبي. ربنا يرحم من ماتوا جميعا رحمه واسعه. طيب هل في حاجه اسمها صحوه الموت؟ هو على الحقيقه ما فيش، لكن احنا رايناها عند ناس كتيره، وممكن تبقى عند حد وحد لا، لان في واحد بيموت في الغيبوبه، وفي واحد بنلاقيه صح. سيدنا النبي نفسه يا فندم صحصح قبل الموت. سيدنا النبي وقال خطبه ومش عارف، فهل ممكن تبقى موجوده بس هي مش يعني ممكن تكون حاجه طبيه، مش حاجة معممه، ممكن تقول حاجه طبيه، حاجه فيسيولوجيه، لكن هي مش حاجه واقعيه، مش حاجه عند كل الناس. وربنا يكرمه ببنته الابنه الصالحه اللي بتدعي له راجل. انا يا فندم لما ربنا اكرمني بساره، انا عندي اسماعيل وابراهيم. لما جه اسماعيل جه بعد ابراهيم، قلت خلاص بقى ايه التالت، يبقى ولد ونخلص، انا احمد الصباغه ونخلص. لما جت ساره بقيت ما كانش ولد، مش زعلان من البنات، مش زعلان، انا بحب البنات جدا. لما جت ساره وكبرهم والعيال الصبيان مطلعين عيني، قلت ما كانش كلهم كانوا ساره ونخلص من الموضوع ده. الحمد لله فعلا يا فندم، اعترف بالحق فضيل. فعلا اللي ما خلفش بنات ما خلفش. هي البنات في البيت ملائكه الرحمه، هي اللي عارفه الشوز بتاع بابا فين، والجلابيه بتاعت بابا فين، والقلم بتاع بابا فين. يا والله هي سنه خمسه، شوف مامتها تغير منها. هي اضرب حالي، اخلص الحلقه انت رايح فين دلوقتي، طب هتيجي الساعه كام؟ فالبنات يا فندم ملائكه الرحمه اهي. ما دي مثل اهو. فالبنت بتساوي 1000 ربنا يحفظها هي واخواتها ومامتهم. امين يا رب، كل البنات يا رب. طيب ام حسن بتقول لحضرتك فكره تقبل ثقافه الاعتذار. وانه لو حد، وده يعني مش بس المثال اللي هي ذكرته، لكن حتى بين الاخوات وبعض، بين الجيران، بين الصحاب، يعني حتى الاخوات ممكن واحده تروح تسترضي اختها او اخوها ويفضل مقاطعها. ففكره اننا نتقبل ثقافه الاعتذار وخلاص بقى، يعني عفى الله عما سلف. بص يا فندم، ما فيش حد كبير على الخطا. وسيدنا النبي قال: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والعلماء قالوا: ليس العيب ان تخطئ، انما العيب ان تصر على الخطا. خلينا نقولها واضحه، الصديق العزيز تامر امين هو اخطا، خلينا نقولها على الهوى، هو الراجل اخطا. وبعدين هو الراجل اعترف بخطاه وقال: انا ما كنتش اقصد، وقال: انا بعتذر. والصعايده والفلاحين
وانا فلاح بالمناسبه وافتخر والسعادة والفرحان على راسي خلاص عفى الله عما سلف. ده ربنا سبحانه وتعالى المشرك لما بيتوب ربنا بيسامحه. صحيح. الكافر لما بيعترف وحتى بنقوله من اعترف بذنبه غفر له ربه. ليه يا جماعه انا بنادي اهوت؟ انا ممكن دعاه هاني بتزعل مني في الحته دي. انا بنادي على الناس يا اخي عفى الله عما سلف وراجل يطلع على الهوا ويكرر اعتذاره وخلاص الموضوع، لان احنا كلنا مصريين يا جماعه يعني كلنا مصريين كل الطوائف وكل المذاهب. طبعا يعني اجراءات يعني اعلاميه. لا انا مش مقصودش كل يا فندم انا مقصودش الاجراءات القانونيه للاعلام، مقصودش القوانين الاجرائيه والحاجات الاعلاميه. انا اقصد وحتى تامر نفسه بيحترم، اقصد العفو يا فندم. انما انا مقصودش الرجوع من عدمه او الحاجات السياسيه او الاعلاميه. صحيح. يعني احنا بنحترم كل القوانين المنظمه للاعلام، واحنا بس بنستاذن اخواتنا الصعايده اللي احنا بنحبهم ان هم يسامحوا تامر، وده الاهم. بس خلاص ده الاهم. اي يعني اي قوانين منظمه احنا بنلتزم بيها، انما انه الناس كده الحلوين الصعايده الجدعان الرجاله اهل السماح يا فندم، الجدعان هم اهل السماح وبس، محتاجين زي ما عملوا فيديوهات زعلانين من تامر، نتمنى انكم تسامحوا. وانا بقسم بالله ان المكالمه جايه قدرا. لا لازم نقول كده. لا لا احنا على الهوا واحنا الحمد لله والشكر لله مش بنلاحق على المكالمات اللي على الهوا، مش بنلاحق عليها الحمد لله والشكر لله، ودي حاجه معروفه من زمان. وسام ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا وسام، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا بعشقك. الله يكرمك. ما شاء الله. الله يكرمك ويبارك لك. شكرا والله. ربنا يبارك حبيبك لك في اللي انت بتقدميه، ويعني يجازيك كل خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا بس عندي سؤال للشيخ. اتفضلي. هو انا من ساعه ما والدي توفى وانا كنت وهبت لي الاستغفار او اي اذكار انا بقولها ان هو توصل له. تمام. اي حاجه بعملها، اي صدقه بطلعها حتى لو بسيطه وهبها ان هي تطلع له. هل هو دلوقتي بياخد الثواب ده معايا ولا هو اللي بياخده لوحده ولا ايه؟ انا عايز اعرف بس الحته. حاضر دي. حاضر اكيد يا فندم حضرتك، هو بياخد الثواب وانت مشاركه. انت حضرتك مش هتبقى اكرم من ربنا لما الانسان يهب شيء للميت، يقوم الميت بياخد ثواب والميت لا ينقص من اجر الحي شيء. انت مش هتبقى اكرم من ربنا سبحانه وتعالى. اتصدق ليا ولابويا، اعمل عمره ليا ولابويا. هل فكره ان انا اوهب كل اللي جاي ده جاهز ولا كل ما اقرا؟ ده في ناس يا فندم مش بيهبوا لابوهم، اللهم اني اهب هذا لجميع اموات امه محمد. مش لابويا وامي بس. لكل من مات وهو يشهد لا اله الا محمد رسول الله. لا حرج. هل كل مره لازم اجدد النيه ولا هي خلاص الافضل؟ الافضل اجدد النيه كل شويه. هذا يفضل، انما النيه الموجوده خلاص، والاعمال بايه؟ بالنيه، والنيه محلها القلب. جميل. عندنا فاصل قصير ونرجع نكمل مع فضيلة الشيخ. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. طيب انا جالي بس سؤال مستعجل ومحتاجين نرد عليه. هي كانت حامل في طفل يعني عمره في بطنها 5 شهور. تمام. ونزل غصب عنها، بس الدكتور ما ادهاش البيبي او السقط ده تدفنه. هل ليها كفاره تطلعها ولا لا؟ لان هي يوميها ايامها ساعتها كانت تعبانه وما فكرتش في الموضوع ده، والكلام ده من سنين كتير، وهي بقى دلوقتي عايزه يعني ايه تركز في القصه دي، ليها كفاره ولا خلاص؟ ما تشغلش بالها يا فندم، هو الطبيب اللي نزله او المستشفى اللي نزلته هي المسؤوله امام الله سبحانه وتعالى. فهي هي مش هي، لان هي ما قصرتش، هي لم تقصر. هي كان عندها ظروف خاصه وما سالتش او ما كانتش قادره تتابع. تمام. فالمسؤوليه امام الله على المستشفى وعلى الطبيب. طيب بما ان احنا بقى بنتكلم عن حسن الخاتمه، انا كنت قاعده مره في قاعده كده ولقيت انه الناس بتستخدم يعني انه مثلا اللي توفاه الله مثلا بيستحمى ووقع مش عارفه، ان دي مش حسن خاتمه وان دي نهايه مش كويسه. يعني بيقوموا ايه يعني يقول لك اصل هو مات زي ما حضرتك قلت كده، ده كان بيصلي ده وهو ساجد وكذا، كل ده جميل وكل دي علامات كويسه وطيبه، انما حد توفاه الله وهو واقف بيستحمى وقام واقع مثلا، فيقول لك يا ساتر يا رب، ده مات وهو عريان وما بقوش عارفين يطلعوه من الحمام، ده نهايته وحشه. لا يا فندم كلام غلط. الكلام ده ايه؟ بص يا فندم، متى ساموت واين ساموت وكيف ساموت، امتى وفين وازاي هموت، محدش يعرفها غير الله سبحانه وتعالى، الا الله سبحانه وتعالى. وتعداد الاسباب والموت واحده. طب انا عايز اقول لك حاجه يا فندم، ابو جهل مات في رمضان. في غزوه بدر. واعتى الكفار وابو لهب مدفون هناك في الاراضي المقدسه. خلاص دول هيخش الجنه؟ هل دي حسن خاتمه؟ ده حسن خاتمه؟ انا عايز اعرف بقى. وسيدنا النبي يا فندم لما مات بالحمى
وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه 7 قرب ماء موقوءة، يعني مملوءة مغلقة. سيدنا ابن مسعود يقول لك كنا نصب الماء على رأس النبي فيخرج، وهو بارد جدا، فيخرج من شعر رسول الله حار جدا، يعني كأنه إلى درجة غليان. هل ده للنبي والعياذ بالله سوء خاتمة؟ وكان النبي يمسح وجهه الشريف ويقول سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. سيدنا النبي نفسه. فمش كل حد يا فندم سكراته كانت سهلة يبقى حسن خاتمة، ولا كل حد سكراته كانت صعبة سوء خاتمة، ولا واحد مات عريان يبقى سوء خاتمة، ولا واحد مات وهو لابس يبقى حسن خاتمة. لا، القضية بيد الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر والبطن لا نحكم. صحيح. لا نحكم، نقوله ايه؟ والله اعلم بفلان. طالما ميت على التوحيد وميت على الاسلام وميت على الايمان خلاص ابشر بالخير. ناخد استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمه الله. لو سمحت يا استاذ اسال فضيله الشيخ. اتفضل. اهلا وسهلا. فضيلتك، الانسان لما بيتولد بيتكتب اجله ورزقه وشقي او سعيد. نعم. هنا الشقاء والسعاده موضوع اختياره هو اللي بيحدد هيبقى ايه، ولا امر محسوم زي الاجل والرزق؟ حاضر. ده سؤال حضرتك. ماشي. السؤال الثاني، يا ريت من فضيلتك يكون دعاء للخلاص من المعصيه والرجوع الى الله. دعاء حاضر. مستجاب للخلاص من المعصيه والرجوع الى الله. يا رب استرنا. حاضر يا فندم. طيب، بيكتب هل هو شقي او سعيد؟ هو يا فندم الحديث الطويل، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول الله للملك الموكل بالارحام، في الحديث الطويل عشان الوقت، اكتب له رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فهو بيقول الشقاوه والسعاده محسومين. بص يا فندم، الرزق محسوم والاجل محسوم، بس ده مش باختيارك. الاجل لا باختيارك، زي واحد ما بيختارش ابوه وامه. حلو كده. لكن اللي باختيارك عملك والشقاوه والسعاده. أيوة. وربنا هيحاسبك على هذا الاختيار. طب ربنا كتب الشقاوة والسعادة يا جدعان، الشقاوة أهل النار والسعداء أهل الإيه؟ الجنة. أهل الجنة. وذلك مش عايز أسمع حد يقول ابني شقي، لا، قول ابني كسير الحركة، لأن الشق ده من أهل النار. طب ربنا يحاسبنا على، لو ربنا كتب الشقاوة والسعادة وأجبرنا عليها هيحاسبنا ليه بقى؟ إنما هو ربنا ما أجبرناش، ربنا كتب قبل أن نحدث الشيء لعلمه السابق باللي هنعمله قبل ما نعمله. يا رب الكلام يبقى واضح. دي حاجة بقى خاصة بربنا سبحانه وتعالى. علم، علم أزلي. يعني عارف إن أحمد خالص. عارف إن أحمد هيبقى بيصلي أو بيصوم، عارف إن سين من الناس مش هيصلي ويصوم، فكتب، مش مستني لما يحصل عشان يكتب. اللي بيكتب بعد ما يحصل مين؟ الملائكة. لكن هو يمحو الله ما يشاء ويسلك. لكن يظل الاختيار في ايد احمد. أيوة. او في ايد الدعاء يظل الاختيار. والدليل يا فندم الفكرة الأزلية، هل هو مخير؟ وهديناه لإيه؟ النجدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فربنا كتب العمل قبل ما تعمله والشقاوة والسعادة قبل ما تحصل، لأن هو عنده علم أن أنت هتعمل قبل ما تعمل. لكن أمرك بالخير ونهاك عن الشر. ربنا عرف أن أبو لهب هيموت على الكفر، لكن أمره بالإيمان، لكن ما قالوش اكفر، لكن كتب في العلم الأزلي أن هو. ففي فرق بين كتب وأمر. هو كتب اللي هنعمله لأنه عنده علم قبل ما يحصل. كلام جميل. صحيح. لكن أمرنا بالخير ونهانا عن الشر، وانت لك الاختيار يا باشا. وذلك الحساب على الاختيار. لما قرأنا قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال لك الأمانة هنا هي الاختيار والتكليف. الحساب على الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. هذا باختصار. طلب جميل قوي، قال لك عايز دعاء للخلاص من الذنب أو من المعاصي، يعني انه انا ربنا يعني ايه يجنبني شر الوقوع في المعصيه. مستحيل يا فندم. مستحيل يبقى فيه نفس ومحدش يذنب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذنب في حديث صححه العلامه احمد شاكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم واتى بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون، والا فاين تذهب رحمه ربكم. ده مش ادعى للذنوب. صحيح. لا، ده بعد الذنب، مش قبل. واحد يقول انا هذنب ربنا غفور رحيم، لا، مش يغفر لك، انما ده البعد. علشان نفضل يبقى عندنا حسن ظن بالله، وان احنا يعني لا نقنط من رحمه. أيوة. الله. انما دلوقتي واحد عنده كارثه قوميه بيزني مثلا، وعايز يدعي ان ربنا يخلصه، لانه ده بيبقى زي الادمان او حاجه. سيدنا النبي قال كده، قال اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هو ده احسن دعاء. او يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك ستنا ام سلمة سالت النبي، قالت له ما اكثر هذا الدعاء يا رسول الله، اللهم يا مقلب القلوب. وفي روايه مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك او على طاعتك. فستنا ام سلمة قالت له بتكثر من الدعاء ده يا رسول الله يعني؟ قال لها يا ام سلمة ما من قلب من قلوب العباد الا بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه. العمليه في التثبيت، فيسال الله الثبات.
والدعاء دايما بقى بحسن الخاتمة، بحب ادعي الدعاء ده جدا. وماله باي صيغة؟ اللهم ارزقنا حسن الختام. ما حسن الختام زي ما قلنا مش السجود والصلاة بس اهم حاجة ان الواحد يموت على طاقة، يعني على طاقة، على انه على انه ما يبقاش مذنب. ما احنا عندنا احاديث في كده هنقولها بعد كده. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من تصدق بصدقات فمات دخل الجنة. لا يعني ممكن المحرم يموت في يوم عادي زي ما حضرتك بتقول، بس ما يبقاش هو كان في قلب بلوى مسيحة معصية، عليه حاجة، وكل حد مش عارفة ايه، يعني بيدعي دايما. لانه الحديث الشريف اللي بيخوفنا اللي هو ان الناس تعيش عمرها كله من اهل الطاعة او من اهل الجنة وبعدين يختموا حياتهم. ما يخوفش ولا حاجة، الحديث ده يطمن. ازاي ليه يا فندم؟ حسن الخاتمة ده لجنة الامتحان اللي بتذاكري لها طول عمرك. فاللي مذاكر المادة بس كويس. بس الناس بيقول لك عاش عمره كله من اهل ال مش من اهل بقى، ما احنا الحديث بيقول يا فندم ان الرجل يعني والمرأة يعني لا يعمل الزمان الطويل، لا يعمل بعمل اهل الجنة الزمان الطويل. الرواية اللي عجباني عند النساء، النساء بقى فيما يبدو للناس. حتى لا يكون بينه وبين الجنة الا ذراع، فيسبق عليه كتابه لربنا عالم انه هيعمله، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني هو مرائي مثلا. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل وعند النساء فيما يبدو للناس. ده راجل ابن 60 في 70 وبينه وبين ربنا عمار. فيسبق حتى لا يكون بينه وبين النار الا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل. دي لجنه امتحان يا فندم، اللي هيجاوب اللي طول عمره ايه؟ انما فيما يبدو للناس خلاص، يعني مش في تكه، حسن الخاتمه مش في لحظه. ده انت بتذاكر لها طول العمر. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. عمل الخير هو من الحاجات اللي احنا دايما يعني بنركز عليها في برنامجنا، عاملين له فقره يعني مخصصه يوميه علشان الدال على الخير كفاعله. فهنا الفقره دي مجرد دليل بترشدك لمصارف كتير، اماكن كتير، كل حته في يعني محافظات مصر، الاماكن النائيه اللي ممكن ناس كتير تبقى قاعده ما تعرفش اصلا ان في بلاد اسمها كده، ما تعرفش ان في الحتت دي فيها ايه وما فيهاش ايه. فقره جمعيه البر والتقوى المصريه الحقيقه يعني بتصور والناس بتتفرج، وعلى المشاهد ان هو يختار ما يناسبه. دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انتوا يعني حاجه دلوقتي بتقولي في كاميرا في دلوقتي في اسماعيليه، في بتطلع سينا، في الصعيد، في الفيوم، في دمياط، في دمياط، في كل يعني في نفس الوقت بتطلعوا في اماكن مختلفه عشان تصوروا انجازات وتصوروا احتياجات. يعني هو احنا الان في فريق عمل كبير في مستشفى 57 بالبر والتقوى. عندنا انا اول امبارح كنت في جوله، يوم السبت اللي فات كنت في جوله شامله على مركز كامل في دمياط، مرت على حوالي 9 قرى. تمام. غير طبعا الشغل على مستوى الجمهوريه بفضل الله، كل مكان بيبقى فيه شغل. احنا رايحين شمال سينا تاني اهوت، بس هنبدا الاول بالقنطره شرق الاول، دي تبع محافظه الاسماعيليه بس هي في سينا. دي منطقه برضو محتاجه ابار، محتاجه اسقف، ناس ساكنه في عشش محتاجه مننا تدخل سريع. فان شاء الله هنزل لهم الاول، اخد جوله كده ننقل لكم الصوره ونجيبها لكم. احنا لوقوف الناس معانا اهل الخير بيشجعونا ان احنا نبحث وندور عشان في الاخر نوصل لبلد نموذجيه. سياده الرئيس شغال في اتجاه قوي جدا، مبادره حياه كريمه دي حاجه روعه جدا، عمل بصراحه كنا بنحلم بيه زمان. مش كده يعني، حاجه اقل خالص يعني، بس الحمد لله ما كناش نتخيل ان ده هيحصل بالشكل العام ده. الحمد لله احنا تم اختيارنا البر والتقوى ان احنا نبقى مسؤولين عن محافظه دمياط، مسؤولين عن الاسماعيليه في مبادره حياه كريمه. معانا الاقصر، معانا الجيزه، في اعمال حياه كريمه ان شاء الله في الجانب التنموي ان شاء الله. هتشوفوا بقى مشاريع في الفتره اللي جايه، وده حاجه كويسه. معالي وزيره التضامن لثقتها في جمعيه البر والتقوى استنت لنا الامور ديت، ووجودكم بقى معانا محتاجين، لان في حالات هتبقى غير مطابقه لمواصفات حياه كريمه. فبالتالي البر والتقوى عن طريق المحسنين بتشيلها بالكامل بسرعه. وطبعا دول بيبقوا اكثر احتياج، بس في لسه لخبطه ورق، ظروفهم يعني ايه، مش عارفين يوصلوا صح. فاحنا هنساعد لغايه ما يتم تستيف الحاجات ديت مع الوزاره في يوم من الايام.
فالخير كتير، أسقف كتير حدثي ولا حرج. كل يوم الناس بتثق فينا أكتر، وكل ما بنعمل حاجة في محافظة يجي لنا طلبات أكتر، مفاجآت كتيرة. يعني كنتش أتخيل أن محافظة القليوبية اللي هي تبع القاهرة الكبرى فلا زال كمية كبيرة جدا من البيوت اللي من طين من غير سقف، كانت مفاجأة كبيرة جدا يعني. وغيرها بقى كتير. لسه احنا الوقت شغالين في الجانب ده، جانب اللي هو القناة وسط الدلتا قاهرة صعيد. هنبتدي ننتقل بقى الى المنطقة الغربية ان شاء الله في اليومين الجايين بإذن الله، ونتمنى ان احنا ندخل على المنطقة الغربية قبل رمضان، بس ما اظنش لان احنا حياة كريمة هتجهلنا جامد، وبوقوف الناس معانا ربنا يبارك فيهم يا رب. وعايز اقول لكل ام كل سنة وانت طيبة، واعملي لنفسك بقى صدقة جارية بير اي حاجة عشان تفرحي بها نفسك يوم القيامة، واولادك اكيد هيعملوا لك كده. طيب احنا عندنا تقرير، هنروح نشوف الحاجة نور 54 سنة من إطسة محافظة الفيوم. والله تعبانين ان كان متعب يا باشا، زي ما انت شايف لا مطبخ ولا حمام زي الناس ولا حاجة، والنطرة بتبقى تنطر علينا تنزل من السقف كده. جوزي كبير في السن وما بيشتغلش ولا بيجيب حاجة، رجلي وجعاني وعندي السكر وعندي الضغط، عندي 3 ولاد و4 بنات. والله يا باشا كل واحد على قد حاله. والله تعبنا تعبانين على الاخر، بطلب اي حاجه، حاجه انام عليها، حاجه تغطابها، صلح لنا السقف، واللي يشرب ايدكم يكفي، ومصانين الفرج من عندك انت يا رب، يا رب وحمدك وشكرك يا رب. يا رب انت شايف حالنا، بعض الحالات بتنادي صاحبها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، انا بعتذر الاول عن بشاعه الصوره، لكن دي احلى صوره ممكن نقدمها في حاله. الكاميرا بتجيب حاجات كتيره جدا، لكن بننتقي اللي ينفع تشوفوه، اما في حاجات ما ينفعش تشاف. فعايز اقول من ده كتير، الحمد لله احنا تخطينا ال 3000 بيت الحمد لله في وجود المحسنين. غير ان في ناس نزلت اشتغلت هي، يعني بقت تروح تاخد الحاله ونفاجئ ان هي عملت لهم البيت وكده ما شاء الله. لكن احنا ما نحن الا ادلاء بندلك. ساعات بتستأمننا نشتغل احنا عشان وقتك ما بيسمحش، وساعات بيبقى وقتك يسمح او بتبعت حد يشتغل، لكن الحالة
زي ما انتم شايفين زيها كتير. والخوف ان انا لما اجي اهد البيت عشان ما حدش يقول لي هد، لان بضطر ابني اربع بيوت حواليه. معايا؟ ما تفكروش ان البيت ده بالنسبه للحالات اللي حواليها احسن، بالعكس. الجانب ده زي ما انتم شايفين ده طوب كويس، بس خلي بالكم يعني في معمول بالاسمنت وفي معمول بالطين. معايا؟ الطين مشكلته ما يمسكش عليه محاره. سقف زي ده يرضيكم في سنه 2021 واحنا داخلين على شهر رمضان الكريم؟ ارجوكم يعني بصوا كده بان دي واحده قريبتكم، وهي طبعا قريبتكم لانها مصريه او انسانه، وممكن يكون مساعدتك للحاله اللي زي دي هي سبب في دخولك الجنه وانت لا تدري. اشكال من دي كتير، معانا كميه كبيره من الاسقف الشبيهه للحاجات دي اللي لا بتستر لا في مطر ولا في حر. شكلها صعب، الحمامات زي ما انتم شايفين الباب بتاع الحمام بطانيه. حال الناس حامدين ربنا وشاكرينه، دي اشكال كتيره زي ما انتم شايفين. لو حتى لو المخرج يرجع لنا على الحاله اللي كانت معروضه دلوقتي نبص عليها، بس نعلق على شويه حاجات. بيت زي ده يا جماعه لو حصل شرز كهرباء ايه مصير الناس اللي نايمه فيه؟ بيتحرق من ده كتير، يعني انا من ضمن الحاجات دي ممكن تحرق. انما كلمنا برضو حضرتك، انتوا برضو مشتركين في مبادره حياه كريمه، هي مبادره الحقيقه خدت قرى من بابها، وبيوت زي دي اتحسنت تماما واتعمل لها الاسقف. ويعني في ملحوظه احنا قلنا عليها ان مبادره حياه كريمه ما بتشتغلش في كل البيوت. معايا؟ في ناس من زمان قاعده على ارض املاك دوله، فمش هينفع حياه كريمه تشتغل لهم، فلما يقننوا اوضاعهم. طبعا تقنين الوضع مكلف او هياخد وقت، فاحنا بندخل احنا من خلال المتبرعين نشتغل فورا. لكن المبادره اخذت قرى بعينها، يعني احنا عاملين 1000 بيت في اسيوط ما شاء الله، عمرنا ما كنا نقدر نعمل الكلام ده الا من خلال مبادره سياده الرئيس. وبصراحه حاجه مشرفه للانسان بصراحة، يعني حاجة وسام على صدر أي واحد يشتغل في عمل الخير إن يوصل لبيت نموذج زي ده. هناخد شوارع كاملة. تمام. والسادة المشاهدين، ده عدد كبير جدا ده كان في حوالي 4 قرى فقط. الوادي الجديد احنا اشتغلنا في 150، عاملين 150 في قرية واحدة. تمام. وما كملناش، المفروض كان لسه كمان 150 بس ما كملناش. لكن النهارده احنا شغالين في اكتر من مكان، هيبقى في المبادره الجديده هتاخد محافظات، هتاخد مراكز كامله. بس بنبه الساده المشاهدين ان في حاجات مش هينفع المبادره تعملها. ده شغل نماذج من شغلنا. تمام. مش من يعني هو حياه كريمه بنعمل نفس النظام. معايا؟ بالالوان بكله كله، لكن ده شغلنا يا جماعه من سنين بنعمل كده بوجودكم بمساعدتكم. البيوت بتتعمل في اي بي، السقف يا جماعه بنعرشه خشب وبنحط عليه مشمع ونصب خرسانه من فوق بحيث تعزل عنه الحراره وتعزل عنه المطر تماما. زي ما حضراتكم شايفين في بعض الناس بتطلع تبني دور كمان فوق السقف اللي انتوا شايفينه ده. في بيوت بنضطر ان احنا نهد ونبني، واحيانا بنستفاد من الطوب بتاعه، وفي بيوت بنضطر ان احنا نقفل على كده لان التكلفه اللي جت او التبرع بتاع المحسنين اللي جاي ما يكفيش. بنعمل حاجه متكامله بدءا من العداد، عداد الميه، عداد الكهرباء، البيت اللي ما فيش فيه ميه بنوصل له ميه. الدوله بتشارك معانا في 80% فيما يخص حياه كريمه، لكن دلوقتي احنا كجمعيات ما لناش علاقه بقى بالبيوت في الشغل الجديد في المبادره الجديده، احنا بنشتغل تنميه مشاريع بس. فاي بيوت هتشوفوها بعد كده تعرفوا ان انتوا اللي عاملينها كامل 100%. تمام. بنعمل النماذج ديت حاجه ادميه جدا، حاجه محترمه. كنا بنخير الناس احيانا لون الاوضه عايزه لون ايه كده، يعني بحيث ان احنا نفرح الناس. كانت الناس ما بتبقاش مصدقه خالص يا استاذه دعاء، مفكره ان احنا هنعمل حاجه معينه ونسيبهم ونمشي. لغايه ما بنكمل خالص يقعدوا يعتذروا لنا ويقولوا احنا اسانا الظن فيكم وسامحونا، وما كناش متخيلين ان سياده الرئيس فاكرنا ولا المحسنين فاكريننا. دي نماذج البيوت يا جماعه بعد ما خلصت، اللي ابواب والشبابيك بتتغير على اساس ان معظم البيوت بتبقى متهالكه. شايفين يعني منظر بيختلف 180 درجه طبعا. من حال لحال، حتى الناس بتحس ان الناس فاكراها بتحمد ربنا وبيزيد انتمائها اكتر للبلد
وبالعكس كمان بيحبوا كمان الخير. فله ده الارض فله. لا ده سيراميك. اتمنى زي ما قلت يا جماعه كان نفسي تفرشوا البيوت ديت. ومش قليل يعني بصراحه هم يستاهلوا ان احنا نفرش لهم. ان شاء الله بالاساس المستعمل. أنا بشوف القوافل اللي انتوا بتبعتوها بتبقى فيها سراير ومراتب في كانت مبادرة الألف سرير، أي حاجة بتجينا بنود، حتى الحاجات المستعملة اللي أهل الخير بيبعتوها بنود على طول تتفرش، بيفرحوا بها جدا. ساعات في حاجات بنعيد ترميمها، ساعات حد بيبعت ثلاجة مستعملة باستعمال كويس بنبعتها. اللي بيجي بنفض مخازن على طول على الناس، بيفرحوا جدا. يعني السرير زي ده ما هو مستعمل، ما هوش جديد لكندا، الناس فرحانين جدا بيه. انا عندي مشكله يا استاذه دعاء، الناس دي كانت الاول بتنام على تراب. التراب الى حد ما بيعملش برد قوي، لكن المره دي هيناموا على السيراميك. بعد ما فرحناهم قوي انا خايف عليهم قوي. تمام؟ ليه؟ النوم على السيراميك صعب، هيبهدل العظم. فعايزين نعزلهم لازم بس. لازم مراتب، لازم سراير. شويه مراتب، سراير، بطاطين. اللي تقدروا عليه. بطاطين، يعني احنا قلنا البطاطين هنوقفها شويه عشان نستعد لرمضان. هم بيستعملوا هناك البطاطين عشان يفرشوها على الارض ويناموا عليها. عشان الناس مفكره ان البطانيه لها استعمال غطا بس. لا، مش شرط غطا. فهمتكم معانا عشان جايز هي تقبل وتدخلنا الجنة. انما ممكن حد يبعت مراتب جاهزة، يعني مش فلوس. بيجي لنا مراتب جاهزة. ما انا بقولها يا جماعة، بص العام انت اللي بتبعت حاجتك. مش قادر وقتك ما يسمحش، احنا بنجهز اللي بنشتري احنا. وطبعا احنا ما نشتري غير لما انت تشتري. ايوه، احنا بنعرف بالخير ارخص. ارخص كتير. وساعات بقى بتحرج مننا قوي، او بيحب يشارك معانا في الخير، يشارك بجزء من زكاة ماله، بس من غير تبرك انا ما اعرفش اعمل حاجه. يعني مثلا راح اشتري حاجه مثلا بمليون جنيه. لو لازم على الاقل يبقى في ايدي نص مليون. اقدر انا اتفاوض على النص التاني. زي ما جينا نشتري الجهاز، لو ما كانش معايا 400,000 ما كنتش اشتريت جهاز بمليون و350,000. فانا بقول للناس برجاء حاجتك المستعمله احنا محتاجينها. ملابس، بطاطين، اساس، سجاد. احنا في ناس بتجدد كل فتره. ماشي. حتى الشباك المستعمل عندك هاته. الابار ما تنسوش الابار، لازلنا بنص. انتوا وانتوا بتعملوا في، انا ساعات اشوف بير واحد وساعات اشوف ثلاثة دول ايه؟ يعني ده ثلاث خزانات. بخزان واحد وساعات اشوف في خزان. انتوا يعني ايه اللي يحكم المساله دي؟ اول يعني حاجه، هل المتبرع هو اللي بيطلب ولا ايه؟ لا، هو اول حاجه بتحكمنا حاجه الناس. المكان الجغرافي كبير، في سكان كتير، مش هينفع اعمل لهم خزان واحد. كده الموتور هيتعب. او لازم اعمل كذا خزان في المنطقه. فاحنا بنقول يا جماعه محتاجين بير ثلاث خزانات. وبنعرض في ناس امكانياتها الماديه بتسمح، وفي ناس امكانياتها ما تسمحش، فبنضطر نعمل مجموعه بخزان واحد. بس لازم يبقى على الاقل في القريه خمس ست ابار في متفرقين في النص وفي الاعلى وكده، يعني ما نحطهمش جنب بعض. او بنعمل واحد زي ده بيكفي القريه. ممكن تكتفي بيه. النهارده احنا في ناس بتاخد اخدت عينات ميه عشان نمشي بقى في اجراءات تاني اللي هي محطات تحليه الميه. ايوه، عشان يبقى انا كده بسقي الناس وانا مطمن. هم الناس بتشرب دلوقتي ومبسوطه ان ما فيش الا كده. معايا؟ حلل لهم مشكله زي ما شفنا التروسيكل، ده راجل منزه شويه معاه تروسيكل. لكن في ناس بقى بتاجر تروسيكلات وبتدفع لها فلوس عشان تبلى ميه للشرب وللغسيل وللوضوء وللحمى وكده. اما دول اما بعمل له بير انا ريحته من حته الايجار ودفع الفلوس، وبالتالي بياخد على قد احتياجه بس، لان الميه جنبه موجوده على طول. احنا خلاص بدا العد التنازلي لرمضان، يعني فانتوا هل ايه استعداداتكم بقى؟ انا قلت قبل كده ان احنا عاملين مبادره 100,000 كرتونه. تمام؟ احنا الوقت شغالين في التعبئه، نشتري من دلوقتي. احنا اشترينا التمر من الوادي الجديد عشان نلحق الاسعار، لان الاسعار بتزيد. فبقول للناس بسرعه، حتى لو يعني شارك ولو بالقليل. وقلنا ان تكلفه الكرتونه يا جماعه بتبدا من 100 جنيه ل 1000 جنيه. 100 جنيه دي كرتونه من غير لا فرخه ولا لحمه، وتقضي خمس افراد. ده نموذج لمحطه التحليه. تمام؟ اللي نفسنا نعمل منها على الاقل 10 15 محطه، يعني حتى لو بالمشاركه بين المتبرعين. وفي كرتونه بتبقى ب 150 بفراخ بتكفي خمس افراد لمده مثلا اسبوع،
ياكلوا مره واحده بس فراخ، او ب 200 جنيه نفس الخمس افراد في اسبوع بس هياكلوا لحمه. في بقى يقول لك لا انا عايز اكل اسره كامله طول الشهر، انا اللي افطرهم بس، ده بتوصل ل 1000 جنيه. تمام، بناكلهم اربع مرات او خمسه لحمه او فراخ حسب اختياره هو المتبرع. فانا بقول الدنيا فيها يسر، ممكن حضرتك فلاح مثلا ما تبعت لنا رز. ممكن واحد يبعت لنا بطاطس. ممكن واحد يبعت لنا، انت تاجر ما تبعت لنا زكاة مالك بس مش فلوس، ما تبعتها لي من السلعة اللي انت بتبيعها، سمنة مثلا، زيت، سمنة، مكرونة، اللي انت بتبيعه ابعت لنا، حدد وبتمنها ابعت. على الاقل من انا نشطك، تمام، وفي نفس الوقت كده كده انا هاخد منك الفلوس اشتري. فهو كده كده بيجيب بسعر الجملة. انت بتعرف تشتري ممكن كتاجر، دي لعبتك ودي مهنتك عندي. فأتمنى من الناس نلحق من دلوقتي نجهز عشان ما نجيش في رمضان والأسعار تزيد علينا. صحيح. وبدل ما نعمل 100,000 نضطر نعمل 20,000. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والطاقة المصرية المركزية. شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.